أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من آراء، جريمة بحق الإنسانية وبحق الطفولة متكاملة الأركان كانت تعمل عليها الجماعات الإرهابية بكافة صنوفها التي شرعنت انضمام صغار السن في صفوفها للتجنيد تحت مسمى أشبال التوحيد والخلافة كسيناريو العراق واليمن وسوريا. جرى تفخيخ عقول القُصّر وصغار السن فأصبحوا جلوداً في صفوف الإرهاب وراحوا ضحية هذا التجنيد قتلى في حرب الجيش لتحرير درنة. كل ما يحدث في درنة وحدث يعطي دلائل كثيرة أن هذه المدينة تحولت لمشروع كبير لتفريخ الإرهاب فيها وتصديره للداخل والخارج. أحكام سيطرة الجماعات الإرهابية والتكفيرية على هذه المدينة لمدة 7 سنوات عجاف ولد الكثير من الكوارث والجرائم بحق الصغار قبل الكبار. ما الذي نحتاجه لمعالجة هذا الخطر الكبير الكامن في عقول الطفولة في عقول الصغار بعد أن زرعوا بذور الشر في أبنائنا؟ خضر عندي هذا أكبر رقيت لي رقيت لي ياجي الله ياجي الله أبشروا أبشروا جاي جنب الله فاشتاك يا سيدي بإذن الله سنحسن رقابكم مرتدين وغير جسامي بإذن الله فاتحين مرتوبة والقبة وعمارة بإذن الله خشوا لدياركم بإذن الله والآن الجيوش والآن الأسود خفوا لدين الله عز وجل وبإذن الله ستكون كلمة الله هي العليا وبإذن الله ما نحكم إلا بشرع الله عز وجل. أكبر. أكبر. هذه الفيديوهات طبعا آخر فيديو هو فيديو توضيحي من العراق كيف يجند الأطفال في صفوف الإرهابيين أو في معسكرات الإرهابيين معسكرات القاعدة.
كل الفيديوهات اللي قبله هذا الفيديو يعني في درنا، والفيديو اللي بعده في قلب درنا، توعد قائد الجيش بالذبح يعني وسبي النساء، وكل هذه الطريقة، حتى طريقة لكنة الطفل لما تجيش يعني مدرب حتى في كيفية لكنة، في كيفية يعني إنه هو كيف يحكي كيفهم، يعني كيف يكون داعشي متطرف متكامل الأركان بصورة كاملة، يعني برغم أن هذه الصور لكن ما زالت الطفولة فيهم. شوفوهم كيف يجروا، كيف يتحركوا، كيف يلعبوا، حتى يعني هم في قلب يعني متقمصين شخصيات الدواعش أو شخصيات الإرهابيين وحاملين لهذه الراية اللي هي تمثل الإرهاب، لكن ما زال في داخلهم الطفولة، ما زال في داخلهم الرهبة، ما زال في داخلهم. حتى الفيديو اللي بعده يعني أعطي لي يا عماد وراي، الفيديو اللي بعده يصور لك إنه يوثقوا في أنفسهم كيف يعملون على يعني استخدام الأسلحة، وكيف إنهم هم خايفين أصلاً من السلاح، يحط في الفدانة في 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 القاعدة بتاعها ويجري، وبعدها يمشي يرد أخرى ويجري. يعني هذه تصرفات هؤلاء الأطفال جندوهم، هؤلاء المتطرفين، مشائخ التطرف على رأسهم، بنقنوا وبنقموا وغيري من هؤلاء المتطرفين في دارنا. من يدافع على مشروع الإرهاب والتطرف من الإخوان والمقاتلة وشيخ الإرهاب الغرياني وغيره، كانوا يعلمون جيدا بأن أطفال درنا كانوا مسرح أو يعني معسكر، كانت درنا عبارة عن معسكر متكامل لتجنيد وتفريخ الأطفال وتفريخ الجنود من وزرع المفخخات في عقول هؤلاء الأطفال القصر وحتى المراهقين لانضمامهم في صفوف الإرهاب، حتى يتحولوا قنابل موقوتة، حتى يتحولوا إرهابيين في المستقبل. ولن تهنأ ليبيا، لن تهنأ البلاد إلا بأن يصدروا كل سنة وفي كل شهر عدد من الإرهابيين، وهذه هي المحصلة. هذه صور مشاهدينا لعدد من القصر أو عدد من الأطفال، أو خلينا نسموهم بالصغار السن، أصغرهم مواليد 2001، وهو عدد يعني فارس بورحيلة وهو مواليد سنة 2001، عمره كان في 2011 أي في ثورة فبراير 10 سنوات، الآن قتل في محور الحيلة بعد تقدم القوات المسلحة. عدد كبير أيضا منهم من هؤلاء الأطفال هناك من مواليد 1999، مكني بأبي حجر أيضا عدد كبير منهم، هناك من لا يتجاوز عمره 17 سنة وهو حذيفة الدلال وخطاب كريكش ويحيى الخشخاش، فارس بورحيلة هذا مواليد 2011 أو 2001. هؤلاء الدواعش الذين تم تجنيدهم في مدينة درنا للأسف من قبل الدواعش، الآن يقاتلوا، الآن هم من يعني في محرقة الحرب، أي هم وقود الحرب في مدينة درنا، وهم راحوا ضحية هذه الحرب. هؤلاء الإرهابيين في درنا جندوا أطفال درنا للأسف، وأصبحوا أطفال درنا والقصر في صفوف الإرهابيين، وراح ضحية هذا الفعل المشين وهذه الجريمة المتكاملة الأركان اللي يحرم عليها حتى العرف والدين والقانون الدولي والقانون المحلي وحتى الأخلاق، وكل شيء يحرم هذا الفعل الشنيع بأن يزج بأطفال ومراهقين وقصر في صفوف الإرهابيين، ويزرع في عقولهم بأن الجيش طاغوت، وبأن قائد الجيش عبارة عن طاغية، وبأن هؤلاء تكفيريين، وبأن هؤلاء مرتدين، وبأن يجوز ذبحهم وقتلهم. وأنتم شفتوا هذا السيناريو لمدة 7 سنوات. فاليوم نحن نريد أن نقف على هذه الفيديوهات الخطيرة المروعة اللي الآن لابد علينا أن نفتح عليها ملف كامل بكيفية التعامل مع هؤلاء، وكيفية التعامل مع من تأثروا بأفعال هؤلاء من أطفال درنا الموجودين داخل هذه المدينة، لأن هذه الجماعات الإرهابية
لم يسلم منها لا كبير ولا صغير، وهذه الصور بالدليل القاطع بأن جرى تجريم أو جرى تفخيخ عقول أهلنا أو أطفالنا في دارنا حتى أصبحوا بهذه الصورة للأسف. هذا الهواء مفتوح معكم مشاهدينا، هذا تفاعلكم على البث الحي والمباشر. عنوان حلقة دارنا صغار السن أو الصغار في صفوف الإرهاب. أفتح الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم، وستكون معي اليوم الأستاذة سعاد العريبي مستشارة اجتماعية. سأبدأ معك أستاذة سعاد، يعني إذا أنت موجودة أهلا بك. نعم اليوم أناقش أستاذة سعاد كارثة أو قنبلة موقوتة، سميها ما شئت، أو جريمة متكاملة الأركان بحق صغار السن والطفولة. عندما نسمع بأن مواليد 1999 مواليد 2001 و2000 وغيره من هذه الأعمار راحوا ضحية حرب على الإرهاب وهم في صفوف الإرهابيين، أي مؤشر تقف عليه مدينة دارنا اليوم في هذا الملف تحديدا؟ أولا دعني أبارك عودة دلوعة الشرق إلى حضن الوطن. نعم. درنا. ومبارك طبعا انتصارات جيشنا العظيم. وعودة درنا لأحضان ليبيا. نعم. أولا نجد أن المجموع الأطفال الذين طبعا جندوا من قبل التواعش هم يعني ضروري نحط عدة نقاط. أول شيء ندير يا أستاذي فاضل، أولا يتم حصرهم عدديا. يتم حصر الأطفال عدديا. هل تعلم بالفرد عدديا. ثم تكون عدة لجان، تقسم هذه اللجان إلى لجنة للدعم النفسي ولجنة للدعم الاجتماعي، وهناك دور كبير للوعاظ والشيوخ المعتدلين في التوعية. هذه وحدة. ثاني حاجة، من الضروري أن تتكاتف جهود دولة، منظمات، جمعيات، يعني من جميع الأطراف، لأنها درنا بجد 7 سنوات تطرف وضغط وسنوات عجاف صراحة، يعني ضروري نقف وقفة جادة من كل الجوانب، حكومة، منظمات اجتماعية، مدارس، تعليم، يعني بلدية، كل ضروري نصب وقفة جادة لوضع هذه اللجان. لجنة الدعم النفسي معايا في الخط؟ نعم في الاستماع أستاذ. نعم. لجنة للدعم النفسي، لجنة للدعم الاجتماعي، وهناك دور للوعاظ والشيوخ المعتدلين. بعدين يا سيدي فاضل هناك توعية في المدارس في المنتديات الصيفية. جينا صيف، ضروري نكثف المنتديات الصيفية بمسح ودورات تصب في مسح هذه الأفكار الهدامة التي طبعا شوهت الطفولة، ونوري الطفل هذا ياهي ان في حاجه اخرى اسمها حياه حلوه، في دين اخر، ديننا هو ديننا، بس في اشياء اجمل من الاشياء اللي يضرعون فيكم. في دور للمعلم، في دور التوعيات، هل هي تشمل، ما تشملش الطفل بس، الدور التوعيات تشمل الطفل والام والاب. درنا تحتاج وقفه جاده منا كلنا. طيب الآن لما نشوفوا هذه الصور أستاذة سعاد، المؤشر الحقيقي اللي تقف عليه دارنا، مؤشر ما مدى خطورة هذا التجنيد، وهل الآن تعتقدي بأن هناك متأثرين بهذا الفكر غير من هم مجندين فعليا في صفوف الإرهابيين؟ بدون شك ما راه مدى، يعني راه ما زال الافكار متشعبات العيال، هم 7 سنوات هم كما تقولي يوردون في هالافكار المسمومه. وضروري نعرفهم بأثار السلبيه بتاع الموضوع بتاعهم، كيف اثرت عليه وطنهم، كيف اثرت عليه اسرهم، كيف اثرت عليهم، كيف جعلتهم في هذه الحاله اللي وصلوا لها، هم من متشرذمين، من جردان، من منبوذين من المجتمع. وجيش طواغيت، الجيش عباره عن طاغوت، يعني ممكن واحد منهم كان عمره 10 سنوات في 2011، يعني جرى تفخيخ عقولهم لمدة 7 سنوات بأن الجيش عبارة عن طاغية وطغاة ومرتدين. يعني يا سيدي ضروري من وقفة جادة. راه نقول لك حاجة، لا ما ينفعش نقول لك مثلا المدرسة تدير توعية، لا 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 لا، وقفة من التعليم، وقفة من البلدية، من دارنا، وقفة من الحكومة، المنظمات، الجمعيات. سأتي على الحلول وبعضهم في التوعيات الاجتماعية والدعم النفسي والدورات.
طيب سأأتي إلى هذه النقاط تحديدا اللي هي تمثل يعني الحلول، ولكن هذا الهواء سيفتح حتى للنقاش مع، لأن برنامج عربي بطبيعة الحال الحق المواطن له الحق في أن يشارك في الحوار والنقاش. سأبدأ مع عز الدين، خليك معي أستاذ سعاد. عز الدين من البيضاء، يعني أنت كمواطن وأنت تتابع هذه الصور وهذه الفيديوهات التي خرجت من مدينة درنا، يعني كمواطن كيف تتابع، أو كأسرة ما المطلوب من الأسرة الليبية حيال هكذا فكر كاد أن يتجذر في عقول أجيال حتى قادمة؟ عز الدين من البيضة إذا أنت في الاستماع. عز الدين طيب أعود إليك أستاذ سعاد، يعني الآن هذه الفيديوهات يعني كيف تم استسهال تجنيد هؤلاء الأطفال؟ أين الأسرة الليبية؟ كانت درنا مقيدة ومجبرين، وكل أسرة عيالهم، كل أسرة أنا أقول لك حاجة، كل أسرة في درنا عندها عيل من أو شاب أو طفل أو كذا مع الدواعش. هذا للأسف، يعني للأسف بدون برضاهم أو بلا رضاهم، يعني ضروري هذه. المشكلة الثانية اللي نحن اللي هم تعرضوا لها في درنا أن انغلقت عليهم، خذوا فرصتهم كما نحن نقوله، خذوا فرصتهم، انغلقت عليهم، خذوا فرصتهم بصراحة في أطفالنا، في شبابنا، في نسائنا، في 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 أفكارهم، في التعليم دمروه، يعني شوشوا الأفكار، يعني مش غير شوشوا، لوثوا حتى المحيط، لوثوه يعني المحيط الفكري والمحيط الإنساني والديني، يعني جعلوهم ناس منبوذين حتى في أشكالهم، حتى في لبسهم، حتى في نوعية ألفاظهم يعني تحس إن حولوه إلى مجرم، إلى قاتل، إلى مستعد العين هذا يوم تقول أو الطفل نقوله إنه يقتل يذبح، يعني بدم بارد حودوا منهم الطفولة، جردوهم الإنسانية. بصراحة درنا تعاني، كانت تعاني وتعاني وتعاني، الآن تبي وقفة جادة. طيب. يعني ما تتسيبش، أسمعني، درنا ما تتسيبش توا، راه أنا نعطيك الحل الجذري، راه ضروري أن توا في الصيف تتكون منتديات صيفية، منتديات صيفية، أن الطالب ما يدخلش السنة الجاية إلا هو واخذ ورقة الدورة هذه، ياهي فيها الوعاظ، فيها الرياضة، فيها الموسيقى، فيها الغناء، فيها. طيب. سأأتي إلى نقطة كيف يمكن اكتشاف يعني تأثير على هؤلاء الأطفال من خلال المدارس، من خلال حملات معينة، كيف يمكن، هل في أمور علمية يمكن اتباعها لاكتشاف مدى تأثير هذا الفكر المتطرف على عقول أطفال درنا حتى يتم إدخالهم في مراحل علاجية أو مراحل تأهيلية؟ يعني سأخذ منك إجابة على هذه النقطة، ولكن نشرك معي محمد من عين مارة. أهلا يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تعليقك يا محمد حول أطفال درنا و مشكلة تجنيدهم مؤخرا في صفوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترحم على الشهداء اللي استشهدوا في معركة درنا، ونحن درنا هذه ياهي طبعا قتلت كثير من الرجال الطيبة، فجرت تفجير القبة وحاربت عمارة، معظم صغار في نفس الوقت، من نفس ما قلت أنت أن مولدهم من 99 وعارفين كل حاجة، معلمينهم سالم دربي، ومعلمينهم كتبة النور، معلمينهم سفيان القومة. طبعا ضمي قتلوا كثير، وما زالوا بعد تحرير مدينة دارنا يا أستاذ أحمد، أنا ما زال سيوح دين يبقى من خلايا النايمة، سيطلعوا لك إشكال معفنة عشاك ما تعرفهمش، يقبى معاك توا معاك ويساري معاك ونحن مع الجيش، وبعدين لما تحرر درنا يدن تفجيرات، ونحن ما نقول إن شاء الله ربي إيش يفتنا منها تفجيرات المساجد درنا، والله في سوق فندق، والله في غيرها. أنا أطلب من القوات المسلحة أن يفتشوا درنا دار زنقة. التفتيش بحد ذاته ما يكفيش، لأن هذا الفكر يعني متأثر به الطفل أو متأثر به المراهق، يعني ممكن الآن ما عندهش سلاح، أو ممكن يعني، فمسألة التفتيش على المقاتلين هذه مسألة أعتقد أنها هي وقتية، لكن نحن الحديث عن مدى تأثير على المدى الطويل على أطفال درنا وعقولهم في مسألة التجنيد.
يا استاذ احمد، يا استاذ احمد انت ما فهمتنيش على التفتيش. التفتيش بعدين بعد تو انت قتلت دواعش، ما عادش فيه ارهابي، ما عادش فيه، ما عادش فيه داعش. نحن فتش البدرون الزوامه هذا بعدين هذا يطلع عن شره في عماره، والله في قبه، والله في شاحات. كما فتشت انا يعني هذه ما تحررش درنا. خلاص لو ان اوكي نانا اوكي ما عادش في داعشي اوكي لا تحرر الدرنة، في الغام زوا، في ذخيره زوا طلعها لي. طيب شكرا، يعني موضوعي مش على الذخائر ولا. طيب اشكرك على كل حال محمد من عين مره. سريعا الى اليك استاذه سعاد، كيفيه حصر ما نقدرش نسمه ارهاب، يعني اطفال بين مرهبين، يعني ممكن متاثرين فكريا بهذا الفكر بشكل عام، لكن كيف يمكن حصرهم؟ حصرهم عن طريق اللجان، عن طريق لجان تحصر الحاسة. هذوم يحتاجوا إلى مراحل علاجية، إلى دراسة حالة، دراستها ثم علاجها، علاج ذاتي وعلاج بيئي وعلاج ديني وعلاج كذا واجتماعي وغيره، يحتاجوا إلى علاج مكثف. عرفت؟ يدخل فيه الطب النفسي، الاخصائي الاجتماعي، الاخصائي النفسي، اوكي، مع الوعاظ والوعاظ والشيوخ. هذوم بوضوحهم، هذوم الشواذ كما تقول، الناس اللي تحتاج الى دراسه حاله، وهم موجودين بكثره. اما الباقي، باقي درنا، فتكثف عليهم المنتديات الصيفيه، التوعيه والتدريب والورك شوب كما احنا نقول، الدورات يعني خليك معايا استاذه سعاد. طيب أوكي. مع تو انا مثلا خلينا نحكوا مع ان كل طالب لجميع المدارس، ما فيش طالب السنه الجايه يقرا اللي هو جاي بالفرقه، انه هو خاش في الدوره هذه. الدوره هذه كان في اي افكار، في اي برنامج حيمتسح من العامه. اما المجموعه اللي حصرناها وطلعناها تحتاج الى علاج، ولو درنا حتى مراكز، يا سيدي لو كان درنا حتى مراكز علاجيه، درنا اطفال، درنا ما يسيبوش. راهو فكر فكر الفكر، وحرب الفكر اكثر شراسه صراحه من اي حرب اخرى. اطفال درنا ما يسيبوش، علينا بالحكومه تصدي وقفه جاده، منظمات، جمعيات، التعليم، البلديه بتاع درنا، فهمت، كلها تتكاثف مع بعضها صراحه لكي نقضي على هذا الفكر الهدام اللي هدم البلاد وشوش الطفوله. وهذول يحتاجوا لدراسه خاصه، يحتاج الى مراكز ايواء اذا كان اضطرينا حتى ولو نحطوه مراكز ايواء، لان والباقي العامه الاطفال ضروري يخشوا في منتديات صيفيه، ما يدخلش السنه الجايه المدرسه الجايه اللي هو جايب الورقه انه هو خاش المنتدى الطبيعي. المنتدى هذا فيه كل شيء، في دعم نفسي، في دعم اجتماعي، في العاب، في تربيه دينيه بطريقه وعاظ وشيوخ معتدلين. يعني راه الامر بالسهل، الامر الانسان ما يتسيبش. نعم. راه مهضوم كابر معاهم الشيء كما تقول، الورم تاثر فيهم. المشكله يا استاذه سعاد ان الجيش يقوم بدوره، تمام، لكن انا مثلا كاسره، كوالد او كاخ لطفل، استشعرت انه هو يعني عنده فكر او عنده اسلوب حاد او عنده طريقه يعني في التفكير متاثره بهذه الموجه من التطرف، وين نتجه به؟ الحكومة لم تنشئ أي أو لم تعمل بكافة وزاراتها، الشؤون الاجتماعية، مجلس بلدي، سمي ما شئت من هذه الجهات المعنية، ما شفناش، ما سمعناش أن هناك جهات أو لجنة يعني يمكن أن تشكل، أو مركز بحيث أن يعمل حتى يستقطب هؤلاء الأسر، حتى لا يكون هناك ملجأ للعنف أو ملجأ للجهات الأخرى اللي هي الشرطية والضبطية والأمنية وحتى الجيش وغيره. هناك من هم مواليد 16، عمره 16 سنة و15 و14، يعني هؤلاء ما زالوا يعني صغار، يعني ممكن حتى استخدام العنف ضدهم جريمة بحق ذاتها. فيعني ما المطلوب من الحكومة الآن؟ لماذا هم نيام؟ يعني ما سمعناش أي مشروع حقيقي لاستقطاب هؤلاء وضمهم، يعني يشوفوا في فيديوهات، يشوفوا في حقائق يوميا تخرج، مراكز تدريب للإرهابيين كانوا لهؤلاء وتجنيد، يسمعوا بأن هناك إحصائيات قتلى شهداء، عفوا يعني شهداء للجيش، لكن قتلى من هؤلاء الأطفال مواليد 99 مواليد 2001، وما زال قاعد راقد سيادة الوزير والحكومة الموقرة، ومش دايرين أي خطط حقيقية حتى تستوعب هؤلاء. عرفت اللي يمسك عندنا
مش مؤهل مش تخصصة. يعني معقول المسؤول الاجتماعي بيمسكها لي دكتور بيطري او دكتور النساء ولا دكتور الخدمة الشؤون الاجتماعية؟ مش يحطوا لي ناس ذو تخصص خدمة اجتماعية، علم اجتماع، برنامج زي هذا، بس تعب المكملات ذا. مشكلتنا اللي يمسك مكانات زي هذه ما يذكرش فينا، ما يذكرش فينا يا سيد أحمد، ما يذكرش إلا في مصالحهم هم، في أشياء هم. نحن هذا البرنامج ضروري من تكاتف الحكومة على الشؤون الاجتماعية، على التعليم، على كل وقفة زادة بالجميع، لأن درنا راه لو كان هالورم السرطان مش هيحاول توا يبدي علاج كيماوي ويبدي اول حاجه اتصال وبعدها شي علاج كيماوي وبعدها اشعاع وبعدها ليزر. يعني انت فهمني ولا لا؟ وصلت لك المعلومه متاعي؟ نعم مفهوم، مفهوم الاسقاط، نعم مفهوم. طيب يعني تحتاج إلى مجهود كبير ومضاعف. أشكرك أستاذة سعاد المستشارة القانونية على هذه المداخلة، وحقيقة وضعتنا في عدد من نقاط تأثير هذا السرطان على عقول الأطفال في دارنا وحتى القصر. أستقبل الآن عبد الرؤوف من طرابلس. عبد الرؤوف، يعني عندما ترى هذه الصور وهذه الفيديوهات، ما هو رد فعلك أنت كمواطن؟ والله يا استاذ احمد، اول حاجه كل سنه وانت طيب ان شاء الله. انت بألف خير. سلام مبارك عليكم رمضان. نعم. اخي احمد تسمع فيا ولا؟ في الاستماع عبد الرؤوف. نعم. والله الامور هذه ترجع طبعا اول شيء لاولياء الامور. يجب ان كل ولي امر انه ينظر لابنائه ويصبح كل يعني يشبه لاطفاله. اذا كان واحد من صغاره مثلا خش لميليشيا او خش حتى افكاره تغير، يجب ان يلهى به. في نفس الوقت حتى الحكومه زي ما قالت الاخت سعاد وقلت انت، في نفس الوقت ما فيش اهتمام بالشباب وبالاطفال. كان المفروض يديروا برامج للاطفال ويديروا حتى تو مثلا جاي في الصيف العطل، والوقوف يا عبد الرؤوف على الجريمه الكبيره، المشروع الحقيقي اللي كان هؤلاء كان يعد لهذه المدينة. إذن الآن الإخوان والمتطرفين يجب أن تصعد ضدهم المواقف، منهم المشري مجلس أعلى للدولة، المجلس الرئاسي وغيره من هذه أعضاء في مجلس الرئاسي لا يريدون الحرب في درنا، ويريدون أن يكون هناك تجنيد للأطفال والقصر حتى يكونوا مفخخين. المجلس الرئاسي والإخوان والمقاتلة يبونا، ما يبوا شيء للبلاد، ما يبوا إلا الخراب، ويبوا كان حساكل يعني بس من دون من احنا. لكن يجب على الناس العاقله وعلى الدوله، واذا كان في دوله وفي ناس وزراء يعني يحبوا الوطن وينظروا للناس، اظن يكونوا عكسهم هم، ينظروا للشباب. خلينا يعني عارفين ان الاخوان والمقاتل هذول ما يبوا كل خراب، ما يبوا شنو يبونا هم، ما يبوا يعني ما يبوا بلاد، يبوا هذا من ما يبوش بلاد تتريع، لا يبوا جيش ولا يبوا. وهذه الحقائق لابد علينا ان نحن كمواطنين ان مدننا في خطر طالما ان هؤلاء الارهابيين مسيطرين عليه. ما تضحكش علي نفسك وتقول إن قاعد عايش حياة حلوة وأخطى رأسي وقص. لا حبيبي، لأن جارك ممكن يفخك ويفجر روحه ويفجرك. ابنك ممكن يكون متطرف لأن معاه زميلة في المدرسة شخص متطرف. بنتك قاعدة في الجامعة ممكن تكون في يوم ما تلقاها في الرقة، ولا تلقاها في أي دولة أخرى تلقاها تقول لك أنا ماشي أنجح. لأن هذه الموجة من الإرهابيين والمتطرفين لا يسلم منها أي إنسان عاقل. هذا التطرف يا أخوان اللي الآن زرع في أبناء درنا، يعني سهل جدا أن يفخخ أبنائنا في المستقبل. لابد علينا نحن كمجتمع نحصن أطفالنا من هذا الفكر المتطرف، نحصن بناتنا، نحصن مراهقينا، المراهقين الصغار السن القصر من هذه الموجة العاتية من الإرهاب والتطرف. ويا أخي علمائنا ومشايخنا مش عارف وين قاعدين، ناس معلة في الغرياني ليل نهار طالعنا هو والميليشيا بتاع الإرهابية. نحتاج إلى يعني منهج تربوي حقيقي يجتاح الفضائيات ويجتاح الجوامع ويجتاح كل شيء، حتى ندعو نرجع لأصول الدين، لوسطية الدين، للدين الحنيف الحقيقي. راضية تقول كل عام وانت بخير، أشكرك. تقول حسبي الله ونعم الوكيل وربي ينصر الجيش. ناجح أحمد السعيطي يدعو بالحفظ ويثبت الجيش وينصرهم ويسلموا الأبطال والأسود. أعطوني باقي التعليقات شباب. لا شفت تعليقات ثانية. جابر الفيتوري، السبب الرئيسي الأولى هو الأمر
هو يعني قزل ولي الأمر، الأسرة عليه دور كبير في توعية الأبناء والمحافظة عليهم. سالية تقول للأسف الكثير من الأطفال مغرر بهم وتم جلبهم إلى ميليشيات الإسلامية بعدة طرق، من أهمها الواعز الديني والتركيز على أن يتم تأهيلهم أو إظهار الطرف الآخر بشكل أنه يجب قتله، والجانب الآخر هو الإغراءات المالية والمادية لهم وللأسف لذويهم، ومن هنا تبدأ مراحل تمسكهم بهذا الفكر وهذه الميليشيات الإرهابية. السيد الريمي يقول تأهيل الأطفال في الإصلاحات دون معاملتهم كمجرمين ومشاركة أهلهم في التأهيل وبعد ذلك يعني يتم دفعهم بشكل معنوي وإصلاحهم نفسيا. نزار صالح يا أخوي أحمد اللي صاير في ليبيا كله يتحمل القذافي، على كل حال هذا رأيك. أعطوني الأمر يحتاج إلى الكثير من الإصلاح وتأهيل النفس لما أفسدته هذه الميليشيات، يحتاجون إلى معاملة الأطفال يعني وليس كمعاملتهم كمجرمين. هذه نقطة مهمة، أن مهما كان هذا طفل تأثر يعني حتى كيف أنك أنت يعني، وأعتقد أن هذه رسالة حتى لأهلنا وكل من هم أسر الليبيين بشكل عام أو حتى الجيشنا والشرطة، حاولوا تتعاملوا بشكل إنساني مع الأطفال ومع القصر في حال تم ضبطه، لأنهم هؤلاء تم زرع يعني كان عمره طفل، كان عمره 10 سنين في 2011، يعني اليوم عمره 18 سنة أو 17 سنة، يعني 7 سنين وهو يقولوا له أنت حتخش الجنة وحور العين ومش عارف شنو، ويعطوا فيه يفخوا في عقولهم. فأرجو أن نحن يكون عندنا استيعاب لهذه المرحلة. حسن من العربان، حسن من العربان، أهلا يا حسن. يجب على القيادة الجيش التعامل مع الموقف كما عودتنا على تغليب العقل، ويجب تأهيل الأطفال. رضوان يدعو بالهداية للبلاد. رسالة أخرى تقول هذا التطرف من أيام القذافي، يعني مش بالسهل أن نقضي عليه الآن. اليقين بالله تقول درنا لابد من تطهير عقول أبنائها إعلاميا وتوعيتهم دينيا حتى تعود المدينة للحياة الطبيعية بعد سيطرة هذه التنظيمات التكفيرية الإرهابية منذ فترة طويلة. لابد من وقفة جادة حتى لا تعود للظلام. عبد الله المغرب يقول هذا ما فعلوه الدواعش والقاعدة في أبناء درنا، وننصح أهالي درنا يعني أن يسحبوا أطفالهم وأبنائهم الصغار من هذه المجموعات الإجرامية. ويقول بأن هناك ثقة في الجيش الوطني بأن لا يقاتل أو يقاتل هذه المجموعات الإرهابية، ويعلن تحرير ليبيا بشكل عام من المجرمين. هشام العرفي يقول الله المستعان، المفروض من تحرير أو بعد تحرير درنا تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعة جل أطفال وشباب درنا من 2001 إلى الأجيال ما قبلها، والتركيز عليهم خاصة بعد بث مقاطع فيديو. وهنا يعني التركيز حتى على الفئة العمرية، لأن أغلب المن هم في صفوف التطرف مواليد التسعينات، يعني في منهم 95 99 ل 2001، هذه الفئة العمرية أكثر شيء تم استهدافه. على كل حال هذه تعليقاتكم، وهنا أختم بهذا الفيديو لهذه الكارثة وهذه الجريمة المتكاملة الأركان، واللي يجرم عليها حتى القانون الدولي والتشريعات كافة والدين الحنيف والعرف والدين، وحتى بيئتنا تجرم أن حتى الطفل عيلك تمسك سلاح وتعلمه، فما بالك تدخل في منهج إرهابي وتكفيري. لذلك لابد علينا تحصين العقول وأن تكون هناك توعية كاملة وشاملة لأن لا نستنزف المزيد من أطفالنا في صفوف الإرهاب. إلى اللقاء.